أزيد من 200,000 لتر يومياً حاجيات ما يقارب 1.5 مليون مواطن بولاية تشلاف من مادة الحليب لسد حاجيات ساكنة الولاية. عرفت ولايتنا في المدة الأخيرة ابتداء من أول نوفمبر رفع الكمية المسحولة الحليب مخصصة للم البنات الثلاثة الموجودة اللي كانت تنتج حليب البودرة زيادة على تزويد ملبنة جديدة. 88,000 لتر يوميا الكمية التي توفرها 4 ملبنات، قفزة نوعية في إنتاج هذه المادة المدعمة تجاوزت 80%، خاصة بعد دخول وحدة جديدة للإنتاج منذ الفاتح من نوفمبر الجاري. الوفرة تاع المادة وهذا خاصة بعد الكميات الإضافية اللي تم ضخها على مستوى السوق المحلي، بحيث الولاية رانا متواجدين بها عندنا أكثر من 67 موزع على مستوى الولاية. عطاونا لابود رانا ننتجو 11200 بار جور، رانا قابضين ولاية شلف مركز. نجيبوه من مسافة بعيدة من 5 مليون كنا نديرو حوالي 5 ساعات 6 ساعات في الطريق، وقدموا لنا الوحده هذه راهي قريبه لينا بالنسبه تاع نصف ساعه ولا ساعه، ورانا نوزعوا الحليب بالمناطق من النائيه بعيده شويه والحمد لله. قولوا فراسك قضينا شويه على الازمه تاع الحليب راهي خير من اللي كانت، ونقصد ذيك لاشين. هي كميه تغطي 35 بلديه بالاضافه الى حصص بعض الولايات المجاوره على غرار ولايه عين الدفله لتوفير هذه المادة للمواطن وإيصالها للمناطق النائية بسعر مدعم بمرافقة أعوان الرقابة بمديرية التجارة.